يعني اليوم بإذن الله بسوي كفتة داود باشا. مقادير وصفتي مثمار عقلات، منتجات القصيم واللحوم الطازجة وهاللحم الطيب تبارك الرحمن منهم، والبهارات بعد وكل الخضار. ويلا نبدأ. طريقة جدا سهلة ولذيذة، بسوي ما شاء الله رز بالشعرية. عندي هنا لحم مفروم، بحط عليه بصلة مبشورة وكزبرة مفرومة وأحط شوي ثوم مهروس، ملح حسب الرغبة. عندي هنا من بهارات مرقلات الكزبرة، وحط فلفل أسود، بهارات اللحم والبهارات العثمانية هذه حقت ثمار عقلات الجن تبارك الرحمن. أي شيء فيه لحم تدخلون فيه البهارات العثمانية يصير شيء خيال. الحين بعجن هذه المكونات زين لين تتجانس مع بعض ونكورها. بعد ما حمرت اللحم، بهارات اللحم بهذه الطريقة أو الكفتة، الحين بشيل على جنب وبنفس المقلة بسوي حمصة الطماطم. معجون طماطم أحط ملح وفلفل على حسب الرغبة، وبحط كزبرة شوي من البهارات العثمانية. بحط شوي ماء مغلي. Thank you.
هذا هو طبقنا اللذيذ والسريع، كفتة داود باشا مع الرز بالشعرية. بصحة وهنا علينا وعليكم.